متابعينا الكرام، غادي نوريوكم تقليبه ديال الحولي من البدايه حتى النهايه. الا بغينا نعرفوا راسنا واش شرينا حولي سمين ولا ماشي سمين. تفضل بدريس. بسم الله. كنقلبوا الظهر ديال الحولي. الظهر ديال الحولي كنلقاوه عريض، ما يكونش الظهيره ديالو رقيقه، كيكون الحولي عريض، كتشد القرطه ديالك مزيان. كيكون الخروف اللحم ديالو الجلد ديالو كتمشي على الظهر، ماشي جامده، ماشي جاد شاده في الظهر. كنقلبوا الدياله ديالو. الدياله وضح لنا مزيان. الدياله ديالو خصها تكون قاسحه. قاسحه. الا كانت قاسحه، الا كانت قاسحه راه فيه اللحم ما فيهش ليدان بزاف. نعم. الا كانت الدياله ديالو رطبه. نعم. كتمشي وتجي كتعرف راه كاينه الشحمه. كاينه الشحمه. كنقلبوا له السن ديالو. السن. ورينا السن هنا، شرح لنا السن. السن هذا عاد كيهرس ثنايا، عاد هرس وحده. عاد هرس وحده. هرس وحده طالعه. ها هي طالعه. هذا عاد طالعه، عاد وحده طلعت مازال الاخرى ما طالعه. دابا نطلع واحد السن ثنايا، غير كيهرس ثنايا. واخا. باقي عاد الحليب. واخا. بغينا نعرفوا الرباعي كيفاش؟ الرباعي كيكونوا عنده اربعه كبار. اربعه كبار. اييه. واخا. والسداس كيكونوا عنده سته كبار. سته كبار. اييه. والجموع كيكونوا طالعين هذوم كلهم سنانو طالعين كبار. دزنا السن شنو كندوزو نقلبو عاوتاني؟ كنقلبو له العينين. العينين. العينين كنقلبو العين بحال هكا، إلا كانت العين ديالو حمراء مزيانة راه الحولي صافي ما فيه والو، إلا كانت العين هاد الدورة ديالو بيضاء كتعرف بأن راه الحولي ماشي هو هذاك، خاصها شي حاجة. كندوزو عاوتاني؟ ندوزو للعنق ديالو. العنق ديالو. العنق ديالو كنقلبوه باش ما يكونوش ذاك الولاسيس هنا مكيحين ولا شي حاجة ولا. وكنقلبوا له الدص ديالو هنا، كيكون الدص خارج شويه سمين. وكنقلبوا له الرجلين ديالو، وكنقلبوا له الفولات ديالو. واه واه. الفولات ديالو ضروري تقلبوا الحولي، لان كاينوا الحوالة اللي كيكون عندهم غير وحده ضروري ما دايزينش السن هذوك. خصنا نقلبوا له الحولي كله باش نعرفوا الحولي هو هذاك. هذا صوره صيفطوا لي. سهل لك اولدي. امين امين، بارك الله فيك. نتواجدوا في الكوري ديال السي عادل. اي تيعزم فين هضر سميت هاد البلاصه بالضبط؟ السي عادل اي تيعزم. اي تيعزم. اي تيعزم. في اي تيعزم. هاد الكسيبه عندك كي راه هنا في السن؟ كاين اخويا سنا الحليب والتنين. كاين سنا الحليب والتنين. جبد ليا اكبر واحد جيبو لهنا نشوفو. هانتوما اللهم بارك. والسن ديال هذاك؟ السن؟ السن ني ني. هانتوما اللهم بارك. شوف السمو يا كاينه ابو ادريس. دابا شحال باش تمشي هذا باش تتبع هذا؟ خويا 4300. 86. 86. الخير هذا اللهم بارك. تباع ب 86 انت 4300 درهم باش تباع الخير هذا. انتم العاصمه تلقوا يمشي تلقوا. ثم اللهم بارك. ايوا تولوا معنا السن. شوف السن هذاك. ني كاينه اللهم بارك. السن هذا السن الحليب. لا شويه دوم مزيان. دوم مزيان. عندك مشكل ما تيقش فيه. اجي شوف السن كيداير. السن هذا كيداير السن. ني خاطوك خليني نشوف ها انتوما. هذا سمين. ها 4000 درهم. عندي معاك 400 درهم وفيها العلف وفيها كلشي.
وقفوا هانتوما اللهم بارك. السن عاد هرس عاد هرس عاد هرس تنتناي عاد طالع نشوفوا السمونيه تبارك الله سير بادي هانتوما السمونيه السمونيه كي مخيرين مخيرين كاع ماشي سميك واكلين كاينش الفرق بيناتهم هذاك حسن من هذا خالد هذا يبقى لك بحال الاخر اخويا خالد نيوز كذا. أجمع اللهم بارك. صافي خلي يجيو غير لهنا دابا خليهم يجيو لهنا اللي عندنا حنا لهنا. هاكا. هاكا يلا ها صافي خليهم هاكا يجيو بشوية. الواحد بالواحد ها الله يرضى عليك. زيد حرك زيد حرك وكل الماكلة كان الماكلة ولا عمي هذا الشيء كيطلع فاور ولا الماكلة خويا من 70 حتى من 70 حتى 90 من 3500 حتى 4500 درهم انتم اللهم بارك وريني السن ديالو كي داير هانتوما اللهم بارك هذا يلا طلعت نايا هاد الخير هذا شحال داير السي ابراهيم؟ كنبيع هاد المرتبة 90 95 حتى 5000 درهم ما بين 4500 درهم حتى 5000 عاوتاني حتى 80 جبد وريني ديال 80 70 اللهم بارك هانتوما اللهم بارك كيداير في السن هذاك؟ هذا سيدي غيسنا الحليب واخيلا غيسنا الحليب غيسنا الحليب شحال داير هذا؟ هذا قد مرتبع 84 80 84 ها انت اللهم بارك هذا السردي جيبوا لنا نشوف ها انتم اللهم بارك اخ قول او لا لا السردي كي داير في السن هذاك؟ كي داير في السن هذاك؟ هذا سيدي 2 دوروا عندي لهنايا نشوف شحال داير لك الخير دابا شحال كتقطعوا هذاك هذا ما بين 85 حتى 90 86 تبارك الله مبارك شدوا مزيان باش يبان الحولي شد الحولي مزيان شد الحولي مزيان هانتو ساليت خالد سالي شحال داير لك الخير هذاك خويا دبعته ب 82 82 كيدير في السن سنال الحليب هانتوما اللهم بارك هادي عاوتاني ولاد العام فيهم تا الخروفة تا ابراهيم هنا فيهم تا الخروفة ديال الكلموس هادو ديال الكلموس شحال وصل الثمن هنا ابراهيم كنبيعهم من 36 حتى 42 والذكور عاوتاني من 64 حتى 60 62 المهم 62 ما بين 54 حتى 62 قلت لشي واحد جيبوا لهنايا شي واحد دابا هذا ابراهيم شحال داير هذا؟ هذا راه غير 60 يا تبارك الله ولكن مليحة نظهر له كلشي إذا قلموس هذا واخا انت ديال قلموس هذا شحال هنايا قلتي هذا ما بين 54 حتى 66 دابا هنايا عندك تقريبا ما بين الثمن ما بين وبين الخروفات شحال ما بين 36 42 اها والذكور عاوتاني ما بين 54 حتى 64 60 كل واش علاش هادو زايدين شويه ابراهيم هذا كيفاش زايد زعما واش حيت السلاله ولا شنو مليح عاوتاني ياك مليح السمونيه ما شي حاجه بيو السمونيه راه العب ديالو الصح وهذا المدزوز هذا اللي هنا ابراهيم مالو ديالو هذاك ابراهيم هذا المدزوز شحال داير الثمن ديالو هذا شي 78 بيو 8
75 و70 ماما غير خروفات هادو كيدايرين في السنه هادو غير السنه الحليب غات 600 السنه الحليب وكاين اللي غات 600 خروفات عندك شحال بشحال باش كتبيعهم تربيع خويا ب 42 44 40 38 كل واش كيدير السن ديالهم السن الحليب وكاينه اللي مرشات نيه وكي كيبان لك الثمنات العام ديال الخروفات اخويا كنقول لك راه كاين العذاب وكاين الصاير وكاين كلشي فيه بنادم كاين الصاير شحال دابا الخروفه شحال الخروفه تقريبا كتاكل لك دابا الخروفه في النهار ولا صراحه في النهار شحال كتخسر عليها صراحه راه ما كتاخذش من 160 حتى 800 درهم مهم من 10 درهم حتى 800 درهم ديال المصروف ديال المصروف.